إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس من الأصول والفقه والمصطلح والحديث والسنة، كتب السنة، وهي الأهم عندنا وهي الهدف المنشود. نسأل الله أن يتم لنا ذلك إرضاء لوجهه الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سليمان الأستاذ صالح، رفع الله مقامكم. ما زلنا في الكلام على مسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما زلنا في الكلام على مسألة الكفاءة، وقد بينت بأنهم اعتبروا في الكفاءة خصال لابد أن تتوفر، وإن كان الإجمال كما سيأتي بأن قول مالك وهو القول الأسد وهو وجه عندنا في المذهب أن الكفاءة مدارها على الدين، أن الكفاءة مدارها على الدين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد، تكون فتنة وفساد وفساد كبير. قال المصنف: والأصح أن اليسار لا يعتبر. ومعنى قول المصنف والأصح إذن له مقابل، أن اليسار والإعصار معتبر، لا سيما وأن عندهم دليل. عندهم دليل في ذلك. هو يقول والأصح أن اليسار لا يعتبر، لأن المال غاد ورائح فلا يفتخر به ولا يفتخر به أهل المرؤات، لا يفتخر به أهل المرؤات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يفتخر به أهل المرؤات، والبصائر، وهذا حق، ولأن المقياس هنا كما قال علماؤنا الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين فإن الله لا يعطيه إلا لمن أحب. الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب. أما الثاني فيعتبر اليسار والإعصار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الثاني فيعتبر اليسار والإعصار. لما؟ للحديث الذي ورد بأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال اعتدي في بيت أم مكتوم، فقالت، جاءت بعدما تحللت، جاءت فقالت: خطبني معاوية وأبو جهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فهم احتجوا بهذا القول، احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بأنها قالت: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فقالوا: اعتبر النفقة هنا. والحق أنك لو دققت النظر في الحديث الذي استدلوا به ترى أنه لو وضعته في الدائرة، دائرة النظر الصحيحة، ترى بأن النظر هنا على النسبة، المسألة ليست على الإطلاق بل على النسبة. يعني هذه المسألة ليست دائرة على الإطلاق بل هي على النسبة. وما معنى ذلك؟ معناه أنه لو تقدم صاحب الدين وتقدم معه صاحب الدين، فهنا إذا كانت الكفة معتدلة فينظر في مسألة اليسار وغير اليسار.
أما إذا كان الذي له الدين صاحب الدين هو صاحب دين أعلى من الآخر وأيضا صاحب يسار فهذا يقدم قولا واحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس قال لها انكحي أسامة. قالت من؟ أسامة. أسامة؟ قال نعم انكحي أسامة. قالت ما بد، يعني ما بد إلا أن أتزوج أسامة. فيكون رد على الثاني الذي في المذهب مع ما تمسكوا به في مسألة المال بأن بقوله وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فتوجيه ذلك كما قلنا أن المسألة كانت دائرة على النسبة وليست المسألة على الإطلاق، وهنا كلامنا في الإطلاق. أما الإطلاق فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنت ترى بأنه زوج عليا وما كان يملك شيئا، هو تزوج ولا يملك شيئا. عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يملك شيئا، حتى أنه لما قال كم أعطيت مهرا قال نواة من ذهب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب أصناف، غني وفقير ومتوسط، والناس في هذه الأصناف أكفاء على كل صنف. والحق بأن المسألة أصلها وأسها وأساسها كما قلنا هي الديانة، لا سيما قلنا حتى خصال الكفاءة التي ذكرت على الكمالات أكثر منها على التأصيل. وإلا فالأصل العام إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض، وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض. معنى الكلام هنا قد تكون هناك يكون نقص في بعض الخصال وكمال في بعض الخصال، فلا يقابل هذا النقص بكمال فيما في في في, في خصلة غير هذه الخصلة، والعكس بالعكس أيضا، حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنية، لا تزوج سليمة من العيوب الدنية من المعيب نسبا، ولا تزوج أيضا الحرة، أمين وأحسن الله عليكم، ولا تزوج الحرة الفاسقة من عبد عفيف. لا يقال أن العفة تجبر العبودية وأن الفسق يكون نقصا يقابله العبودية، لا ليس كذلك. كما قلت بأنه لا يصح أن يقال أن بعض الخصال يقابل بعض، هذا ما يصح في هذا الباب. نعم. فالسلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج، وكذا الحرية لا تقابل بفضيلة أخرى في انجبار دناءة نسبة بعفته الظاهرة، وهذه أيضا فيها وجهان وأصحهما المنع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت يا صبري وما أدري لما تتأخر، ما أدري ما الذي عندك. وأيضا يقال في الحرف الدنية يقابله الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبرناه يقابل بكل خصلة، والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف. والصحيح أن كل ذلك كما قلنا لا يصح، ولا يكون التزويج بهذا الباب، ولا يكون التزويج بهذا الباب. نعم. فإذا كان قال ابن الرفعة إذا كانت الكفاءة مطلوبة لحقها فقط، وإن كانت مطلوبة لحق الولي فقط، فيظهر أن ينجبر العيب بالفضائل. ولكن كما قلنا هي أصالة الكفاءة مطلوبة أن يكون كفأ للمرأة، فهذا لها وللولي، لها وللولي، حتى لا تكون المعرة على الولي. ولذلك بعض العلماء يقول الصلاح الظاهر ينجبر به فقد النسب. قلنا بأن الناس على أربعة مراتب: عصامي عظامي، عصامي ولا عظامي، عظامي ولا عصامي، لا عصامي ولا عظامي، هذا ليس له لا في العير ولا في النفير. الذي ليس بعصامي ولا عظامي فهذا هذا الذي كما قلت ليس كفء لأي امرأة. والعظامي الذي يقول آبائي وآبائي، وإذا نظرت فيه هو
لا تجد فيه ممدحة. فهذا لا يمكن لنسبه أن يجبر النقص الذي هو فيه، فلا يكون كفأ. والعصام العظامي هذا أرقى الناس، جعل الله شرف النسب وجعل له أيضا يعني بناء النفس، ويكون هذا من أرقى الناس منزلة. والعصام ليس عظامي، قد نقول هنا يجبر يعني يجبر تجبر فضائله فقد النسب. ولو كان بالزوجة عيب مثل عيب الرجل أو دونه فليمنع من التزويج بدون رضاها، في خلاف الأصح المنع. الأصح المنع قلنا لأنه لابد أن تستأمر وتستأذن. ونظروا نظرة أخرى في النسب إلى رسول الله، كان من آل البيت صلى الله عليه وسلم، فنسب رسول الله لا يوازيه الانتساب إلى غيره من العلماء والرفعاء والصلحاء والنبلاء. ما في هذا، هذا هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخاطب؟ أيضا لا عند العلماء. وقيل ينجبر بالصلاح، طبعا وقيل هذا تضعيف، والصحيح الذي أدين الله به خلافا للمذهب بأن الصلاح يجبره، بأن الصلاح يجبره. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولياء إن 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 آل فلان ليسوا بأوليائي، إن أولياء إن 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 آل فلان ليسوا بأوليائي، معناهم نسب. قال إنما ولي كذا وكذا من الأتقياء، قال إنما ولي كل صالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولي كل صالح. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن المسألة دائرة على الصلاح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل على عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فصراحة خلافا للمذهب الصلاح ينجبر به مسألة النسب، الصلاح ينجبر به مسألة النسب. وقد قال وفي المذهب قول بأن الكفاءة مدارها على الدين، بأن الكفاءة، وهذا الذي ندين الله به، والله هذا الذي ندين الله به خلافا للمعتمد في المذهب، وأن الكفاءة مدارها على الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا كما في سنة أبي داود وفي غيره، قال إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الترمذي. وقال حسن الغريب، وأيضا في صحيح ابن حبان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يا بني بياضة لقومه أنكحوا أبا هند، اقبلوه زوجا، أنكحوا أبا هند، قال وانكحوا إليه. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ ما وجه الشاهد من هذا الحديث على المسألة نقول بأنها الأرجح وإن كان خلافا من المعتمد في المذهب؟ ما وجه الشاهد فيها؟ ما وجه الدلالة أقصد؟ نعم، أمرهم به ونهاهم عن غيره. ما أسعدنا بإجاباتك، أحسن الله إليك يا جهاد ورفع مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية نفعا عاما غير منقوص، اللهم أمين، أحسن الله إليك. لكن نحتاج في إجاباتك إلى تفصيل أكثر في هذا الباب. أمر من زوج هند، أبا هند تقصد يعني، وهننكحه إليه. أنا أقول وجه الدلالة أنه أمر، دولة الزواج هو أمر، نعم. وجيد، لكن نعم.
أريد التفصيل. الكلام الذي قاله أصوليا جهاد صحيح، لكن كان لابد أن يفصل لنا القصة حتى تكون الإجابة سديدة ممتلئة. أنه اختار له، جيد جيد، زعامة الغفار جيد، لكن ممتاز يا صبري. أين كنت يا صبري؟ لما تختفي يا حبيبي؟ نريد يعني نجمك يسطع كما هو دائما، وشمسك تشرق. نفع الله بكم جميعا الأمة. نعم، هو الفائدة من هذا لابد أن نقول هنا، طبعا هو صبري أيضا أنا بعتبره من طلبة العلم الأفزاز، لكنه من السارقين أيضا. هو بيتلصص، الإجابة لسه مش موجودة، فبياخد يسترق الإجابة مما أفتح لها بعض الأبواب، فتراه سريعا واقف على الباب يدخل يلج سريعا، فهو متقن في السرقة أيضا، لكنه الحمد لله بيصل بالسرقة إلى الإجابة السديدة. دلهم على الأصلح دينا، لأنه هو لن يفهم هذا. أولا جاءت قال هذا أمر، إذن هنا ده أمر أقل التأكد في الاستحباب. قلنا نعم، لكن لابد من إيضاح أننا نقول الدائرة على الدين فقط. كيف نعرفها؟ بدناءة العمل، بدناءة العمل. فأنا قلت انظروا للقصة ستأتون بوجه الدلالة، فطبعا هو التقط الكلمة وأسرع سرعة فائقة فأتى بها. نعم، هذا تفسير آخر للجهاد بوركت. فأقول هو أولا كان حجاما، أبو طيبة كان حجاما، واتفقت الأمة على أن هذه الحرفة من الأعمال الدنية. اجتمعت الأمة على أن هذه الحرفة من الأعمال الدنية، فيكون هنا لا نظر لمسألة دناءة العمل، هو الآن نظر للدين، ولذلك أمر بقبوله زوجا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقبوله زوجا، وأيضا بأنه ينكح وأنه يقبل ولا يرد، وكان حجاما. نعم، فهذا الحديث دلالة على اعتبار الدين وأنه الأصل المتين. وقد نظم بعض العلماء هذه الخصال، خصال الكفاءة التي مرت، يعني تجميعا لها. شرط الكفاءة ستة قد حررت، ينبيك عنها بيت شعر مفرد: نسب ودين، صنعة، حرية، فقد العيوب، وفي اليسار ترددي، وفي اليسار ترددي، كما بينا من هذه الخصالة جريناها بأنها نسب ودين وصنعة وحرية، وأيضا خلو من العيوب التي تثبت الخيار. أما اليسار والإعصار فتردد فيه كما بينا وسبق لنا أن أظهرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، لأنه لا يخاف العنت، وكذا معيبة على المذهب. ليس له أن يزوج ابنه الصغير أمة. لما؟ لأن الزواج من أمة كما تعلمون له شروط ثلاثة، ومن هذه الشروط الخوف من العنت، وهنا لا خوف من العنت. وكذا معيبة على المذهب، أي معيبة من العيوب التي يثبت بها الخيار. لما؟ لأنه مأمور أن يبحث عن الأحظ له. نعم، وهو باختياره المعيبة لم يأتي بالأحظ له، لذلك قد قالوا لا يجوز له أن يزوجها الرتقاء ولا القرناء. طبعا هذه مسألة، طبعا لأنه عيوب في الجماع، يعني عيوب تعرقل الجماع في هذا الباب، فقال ليس له أن يفعل ذلك. زيادة يعني الدخول يصعب فيه. نعم، قال: ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح. طبعا اضبطوا هذه القاعدة، إذا قال يجوز
حتى ولو كانت عارية عن بعض الخصال التي ذكرت، لنا أن نقول المسألة دائرة على أمر. ما هو الأمر؟ هو أن الرجل ولو تزوج المرأة وقد خلت من الخصال أو لم تقابله في نفس خصال الكفاءة فله ذلك، له ذلك، لأنه لا تصيبه معرة بهذا، لأنه لا تصيبه معرة بذلك. وهذا الضابط، هذا هو الضابط في هذا الباب. نعم. والحق بأنه له الخيار، يعني إن كانت لا تكافئه يكون له الخيار. فإذا قلنا بأنه يصح أن يتزوج بمن ليست كفءا له وبلغ فله الخيار. وفي قول الأصح مقابله أنه لا يجوز، وهو في مثله في قول تزويج البنت الصغيرة من ليس بكفء لها، وإن كان يفارقه كما قلنا بأنه لا عار على الرجل، فلذلك قلنا يصح. وهنا أيضا قد تفقد بعض الصفات ويكون نقصا، كأن يزوجه عمياء أو عجوزا، يعني شرفت على الموت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة، انقطعت طويلا وغبت كثيرا عن المجالس، أسأل الله أن يكون خيرا، وأسأل الله أن تكوني في أتم صحة وعافية ويسر ويمن وبركة، ولو قصرنا في حقكم فسامحونا، عود حميد إن شاء الله. فهنا لو زوجه عمياء أو عجوزا شرفت على الموت أو مقطوعة الأطراف، فقد قال علماؤنا فيها وجهان، فيها وجهان في البطلان والصحة، والأصح الصحة، والأصح الصحة كما قلنا لا عار عليه بحال من الأحوال. نختم هذه الخصال في الكلام على هذه الخصال. لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته، أمين عمان، وقال الولي ليس بكف، رفعه إلى القاضي، يعني هي الآن قالت زوجني فلان وادعت أنه كف، وقال ولي ليس بكف، رفع أمرها إلى القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن ثبتت كفاءته ألزمه بتزويجها، فإن امتنع الولي الأصيل من تزويجها زوجها السلطان، لأنه يدخل نيابة، لأنه يدخل نيابة كما بينت قال ذلك. فإن لم تزوج كفاءته فلا. قال وفصل، نعم، لا يزوج مجنون صغير، لا يزوج مجنون صغير. إذا قلنا لا يزوج يعني لا يصح تزويجه، لا يصح تزويجه هنا. وسننظر لما، لأنه الولي طبعا بيبحث عن الأحظ، وتزويج الصغير معناه أنه سيتكلف مؤنة النكاح بالمهر وغير ذلك وتكاليف الزواج، وأيضا يتكلف تكاليف النفقة. فهو يقول الصغير المجنون لا يزوج. إن كان الصغير المجنون لا يزوج، لما لا يزوج الصغير المجنون؟ الأصل بذلك أنه لا حاجة له، لأننا قلنا بأن الولي وجب عليه أن يبحث عن الأحظ، وجب عليه أن يبحث عن الأحظ. فلذلك علماؤنا قالوا لا يزوج مجنون في صغير كما قال المصنف لعدم الحاجة إليه،
لأنه في الحال لا يحتاج إلى الزواج، وجنونه مغط على عقله فلا يفكر في ذلك، وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر، بخلاف الصغير العاقل فإن ظاهر حاجته إليه بعد البلوغ، إلا أن تكون هناك حاجة أخرى. ما الحاجة الأخرى في الزواج بالله عليكم؟ ما الحاجة الأخرى في الزواج؟ يعني قلنا بأن الصغير المجنون تصوره لا 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 يزوجه، لما؟ قلنا لعدم الحاجة. قالوا قد يبلغ ويحتاج فيجد الكفاية. قلنا لا نعلم حاله بعد البلوغ، قد يكون قد ذهل عن هذا الباب ونفسه لا تطوق ولا يميل للنساء فلا حاجة له. يبقى ما دام مبهما لا تعلق عليه حكما، وهذا بخلاف العاقل الرشيد الصغير. فما الفرق بينه وبين العاقل الصغير؟ وأيضا قد يقال نعم يزوج لإعوازه لحاجة أخرى، فما الحاجة الأخرى في الزواج؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز، حفظك ربي. نعم صحيح، الحاجة الأخرى والإعواز الآخر دون الجماع هو الخدمة. قد يحتاج المجنون لخدمة سواء كان صغيرا أو كان بالغا، فهو يحتاج إلى الخدمة. فيصح أن يزوجه من أجل الخدمة والرعاية كما قالت أم مسدد، ممتازة. نعم، طب ما الفارق بينه وبين الصغير العاقل؟ قلنا يزوج الصغير العاقل. ما الفارق بينه وبينه؟ ممتازة جهاد، أنت متقد الذهن الآن ما شاء الله. نعم صحيح، البالغ العاقل عند بلوغه تظهر حاجته فيجد الكفاية، يجد الكفاية يكون قد تزوج فيجد الكفاية بذلك. نعم، قال وكذا كبير، يعني لا يزوج الكبير المجنون، وكذا كبير لأنه في الكبير فيه نفقة، فسينفق المال في مهر وتكلفة ونفقة ومؤونة التجهيز ثم النفقة بعد ذلك أيضا. لكن الحق بأن الوجه الذي ذكر عدم الحاجة عند الصغير لا يلزمنا أن نقول بها عند الكبير، قد يكون مجنونا وحاجته للنكاح أشد من العاقل، تراه يدور حول النساء، وهذا موجود في المجانين، تراه يتوق للنساء توقان أعلى مما يكون، فتكون حاجته ماسة للنكاح. لذلك قال وكذا كبير إلا لحاجة. وطبعا كبير إلا لحاجة هذه ترجع للكبير خاصة، تكون حاجته للنكاح والجماع، وهذا يظهر على كثير من المجانين بأنهم يشتقون لهم توق وشوق شديد للنساء فهذا يزوج، وهو قد يظهر رغبته بالكلام أيضا، بالكلام أو بلسان الحال ولسان المقال وبالإشارة وبالفعل نعرف حاجته للنكاح. نعم، وجاز تزويجه فإن قلنا جاز تزويجه زوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصابات، لأن هذه الولاية ولاية خاصة كسائر ولايات المال، فيزوج الأب أو الجد وإن على، وإلا فالسلطان ليس باقي الأولياء. وهنا يزوجه واحدة تندفع به الحاجة، أما إن كان به الرغبة والقوة له أن يزوجه أربعا، لكن الأصل أنه يقول الزواج كان لحاجة وتندفع بواحدة، والمعنى أنه لا يزوجه أخرى. قال فصل ومن حجر عليه بسفه هل يزوج أم لا؟ هذا نراه إن شاء الله ونفصله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. أن يزوج المرأة من تراب فلها وإن كان الولي أبيها هو. هنا يرجع الأمر إلى رفض الوالد، إذا أظهر الوالد الرفض على أنه ليس كفءاً فلا، وإن كان تعنتاً سقطت ولايته ورجعت إلى السلطان فزوجها السلطان. لم أفهم معنى قولك
على مسألة المال، الولاية الخاصة هنا يقصد بها المال. فولاية المال لا تكون إلا الأب أو الجد أو السلطان، لا يدخل فيها باقي الأولياء. تفضل. لو طرا الرياء على العمل ما حكم؟ طرو الرياء على العمل فيه تفصيل. إذا كان العمل أو كانت العبادة متصلة بعضها ببعض يسقط يحبط جميعا. نعوذ بالله. إن طرأ الأول أقول أحوال طرو الرياء مع دفعه، إذا دفعه ولم يستقر هذا له الأجر المضاعف بإذن الله، مجاهدة الرياء وبقاء الإخلاص. وأما إن استقر الرياء فننظر في العبادة التي استقر فيها الرياء، إن كانت عبادة متصلة تحبط جميعا، وإن كانت عبادة غير متصلة غير مترابطة كالزكاة والصدقة مثلا فإنه يسقط ما كان فيه الرياء ويبقى ما كان فيه الإخلاص. فالصلاة متصلة، إن طرأ إن ابتدأها إخلاصا ثم طرأ الرياء واستقر تبطل، يحبط عمل الصلاة كلياتها. أما الصدقة إن تصدق برياء وتصدق بصدقة بإخلاص فالأول يحبط والآخر يبقى. ما القول في فيزا احدى البنوك الربويه التي تعطي للتاجر وفيها سماح بالسداد لمده 6 أشهر؟ ما القول في فيزا احدى البنوك الربويه التي تعطي للتاجر وفيها سماح بالسداد لمده 6 أشهر من فوائد، واذا تاخر عن مده السماح احتسبت عليه فائده ربويه؟ طيب، يعني معنى ذلك ان هذه الفيزا بشرط ربوي، اختلف فيها العلماء على قولين، الشافعية والمالكية يقولون العقد كله باطل لوجود الشرط الربوي، والحنابلة والأحناف يرون أنه لو التزم ولم يقع في الشرط الربوي له ذلك. والحق في هذا الزمان ننظر إلى اليسار والإعصار، ولأن قول المالكية والشافعية أرجح إلا أن تمس الحاجة إلى ذلك وتكون داعية وتكون حاجة ملحة وفيها التضييق إن لم يفعل، فنقول له لابد ان يغلب على ظنك هذا انك لن تقع في الشرط الربوي. نعم. الرجل عنده زريبة تعرف بها مواشي كثيرة، هل عليه زكاة من اي نوع؟ اعني زكاة على ايش؟ زكاة على المواشي يعني؟ يقصد الزكاة على المواشي؟ إن كانت للتجارة يقوم عليه الزكاة، أما إن لم تكن للتجارة فالمعلوفة لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سائمة الغنم الزكاة. بارك الله بك. نجد إن تسيلة من أولياء الأمور بإخصاء المضمون. بإيش؟ إخصاء إيش؟ نعم. أي نعم، وتزرعون بمخاوف يمكن أن يتسبب بها، فما هو الحكم؟ هذا ظلم بين ولا يجوز، وليس لهم ذلك، هذا ظلم بين ولا يجوز. رجل معه أموال يعمل إلى شراء أشياء لمن يحتاجها فورا ويأخذ بالتقسيط، ولكن طبعا بزيادة هو يشتريها نقدا ثم يبيعها أجلا، لكنه ليس متخصص في التجارة، ما هو هذه الصورة يشترط فيها أن يمتلكها وينقلها، فإن امتلكها ونقلها وكانت عنده وجاء الآخر يشتري منه ففي قول الجمهور أنها تجوز، وإلا فيكون هذا من باب القرض الذي جرى النفع فهو ربا. كان الله في عونك. مش في التخصص يا سيدنا، هو بيقول إن هو مش التخصص. أي تخصص؟ بيقول إن الحاجة دي مش تخصصه، يعني هو مش تاجر سيارات، مش تاجر سيارات حتى ولو كان. المهم لو امتلك، معلش قلت له في قول الجمهور، لو امتلك ونقل وكانت عنده صح ذلك. اختلاف معتبر ده يا شيخ. ما حكم التسوق الشبكي في الزمان المعاصر؟ التسوق الشبكي حرام حرام حرام، هدام أيضا للاقتصاد.